حلقتنا بتكفي وبستقبل سيلين نهرة من سي كي ميديكال سنتر. اهلا وسهلا فيكي. ثانك يو سيلين. اكيد مش اول مره بتكوني ضيفتنا والناس بتعرفك وبتعرف السنتر، بس لكل يلي بعد ما بيعرفوا، اذا بدنا نعمل هيك مثل جوله او ملخص على السنتر، شو بيقدم من خدمات لكل الناس المهتمه تعرف؟ مثل ما سبق وذكرنا إلي، سي كي ميديكال سنتر سنتر طبي بيشمل عدة اختصاص، أولهم وأبرزهم هو الطب النسائي مع الوالي الدكتور شارل نهرة، اللي هو معروف بشطارته، مش لأنه بيه بس معروف بشطارته بصدقه بإنسانيته. فمن هيك كل زبونات دكتور نهرة تحولوا لغير ديبارتومون، اللي هن الطب الجلدي لعلاج مشاكل الطشات، مشاكل الشعر الزايد، مشاكل الفاريس اكسترا، وديبارتومون التجميل مع او بدون جراحه مثل التضعيف، مشاكل السيلوليت، الوزن الزايد اكسترا. دونك الافونتاج بسانتي كي ميديكال سنتر انه كل واحد بيشتغل ضمن اختصاصه، سي اكيب ميديكال كلهم اطباء، وعندنا احدث التقنيات اللي مستوردينها من الخارج ان كان من امريكا او من اوروبا. اذا بدنا نحكي بالتحديد عن تقنيات الليزر الحديثه، ونعطي هيك يعني شو لوين توصل العلم فيها اليوم، وانتم شو بتقدموا؟ عندنا بالليزر تقنيات كثير حديثه، والليزر اليوم مثل ما بنعرف صار بيعالج كذا مشكله، مش بس مشاكل الاستيتيك، مشاكل بعينه منها على نيفو دي زيو او نيفو دو كور، بس اذا بدنا نحكي سبيسيفيكمون بمشاكل الشعر الزايد اليوم بعد في كثير ناس بيجوا لعنا وبيقولوا لنا انه هل رح نستفيد من الليزر، كثير مجربين ومش مستفيدين، او بيقولوا لنا كمان انه الليزر بضر. انا بعد كثير بستغرب هالاسئله اللي بتجي لعنا، لانه اول شيء الليزر طالما عم بيستعمل بطريقه مضبوطه مع تقنيات حديثه بالعكس ما بضر، بفيد. وثاني شيء الافونتاج من هالتقنيات الحديثه انه صار الليزر بيخلصوا بسرعه من الشعر الزايد، يعني ضمن 4 لـ6 جلسات، وبلس ما بيحسوا بالوجع اللي كانوا يحسوا فيه من قبل، لانه قبل ما كانوا تطوروا بالاجهزه مثل ما تطوروا هلا. اليوم تقنيات حديثه يعني تريبل كولينج سيستم، يعني بس نضرب الشعره بيكون السقعه حاسين فيه اكثر بكثير من ضربه الحراره تبع الليزر. وبس احكي تقنيات حديثه هن اثنين، الالكسندريت اللي هن الكوتيرا من للبو بلانش، البشره البيضاء سكين تايب 1 2، والبرايم ليز يا اما الديود بس المتطور للبشره السمراء. نخلص بطريقه سريعه بس يكون الشخص اللي عم بيشتغل مؤهل ليشتغل على مكنه ليزر، لان مش مين ما كان بيجي عنده هالمكنه ويلا بنشتغلها اكيد ما رح نستفيد. دونك اول شيء الاباري لازم يكون اباري ليزر مزبوط، ان بيقولوا لك مره بالشهر يعني اكيد منه ليزر، ان بيقولوا لك لايت ليزر يعني اكيد منه ليزر، احسن الواحد يعمل سير حتى لو كان الفول بادي ب $100، يعني اي اباري ليزر فيك تعمل الفول بادي ب $100 سوني با ليزر. دونك الواحد ضيع وقته وكب مصرياته، طبعا بس بده يعمل ليزر يعرف انه سافيني اونتر 4 و 6 سيونس، اي لا سيونس بطلت بتوجع مثل ما كانت قبل. مثل قبل عم نحكي 4 و 6 سيونس، يعني عم نقول هون يعني سيونس كل شهرين، يعني تقريبا من سنه لسنه ونص بيكون ظرف سنة. إذا بلشوا بالشتوية يعني أكتوبر نوفمبر ديسمبر بيك الليزر كان عنا، حتى جانفيه بيخلصوا قبل سيزون البحر، لأنه أن 4 سيونس بده يكون رايح عند 70% و 80% من الشعرة. دونك إذا عايزوا إن 5 سيونس بدها تكون رتوش كم ضربة بمحلات خلص صارت الشعرة رقيقة، وهول المحلات استصعبنا نشيلهم ب4 جلسات، بس 10-20% ماكسيموم 30% من اللي فضل نعملهم بعد الصيفية. دونك أكيد أنا بعد سنة ما برجع أشوف زبوناتي غير لإذا بدهم يعملوا غير شيء أو غير زون، ما برجع أشوفهم أرجع نعيد زيت الزون. خلص بيكونوا ارتاحوا. طيب إذا بدنا نحكي اليوم عن تقنية الليزر اللي عم تستعمل مش بس لإزالة الشعر أو الشعر الزايد، كمان لإزالة التجاعيد، شو فيك تخبرينا عن هالنقطة بالتحديد؟ اليوم كمان يا ان جراند كليانتيل بيجوا بيقولوا لك انه انا بدي الجأ للجراحة، وغيرهم بيقولوا لك بدي كل شيء الا الجراحة. دونك اليوم كمان التقنيات تطورت وفي قصص غير الليزر، في الالثيرابي اللي هي صارت معروفة للفيس ليفت ويزاوت سيرجري، بتشتغل او نيفو دو موسك، يعني elle dépasse la partie superficielle de la peau، اللي بتشد الرقبة وبتشد الوجه بلا اللجوء للجراحة، هيدا للفيس ليفتينج. عندنا غير تقنيات مثل الإيماتريكس اللي عم نشوفهم هلا على التي في لعلاج التجاعيد اللي بيكونوا حوالي العيون، التجاعيد على الخدود، هو سيستم دو راديو فريكونس
pour stimuler le collagène et éliminer les rides au niveau du visage. Là, les سيدات اللي ما بدهم يرجعوا للجراحة أو بدهم يأخروا جراحة قد ما فيهم، لأن إذا فاتت بجراحة عمرها 45 أو 50، شو تركت لبعدين؟ يعني جراحة رح تبين 10 سنين 15 سنة. يعني هون عم نحكي بأي عمر 45 ل 50 يرجعوا لهالتقنية. طول الزاج، بتعرف أنا دي جون في بيجوا لعنا 35 عندهم الدوبل مونتون كثير زعجون، أو 40 بلشت تحس وجهها عم بشط وما بدها تعمل فيلر، ما بدها تعمل بوتوكس، ما بدها تعمل إبر، بدها شيء يعمل لها ستيمولاسيون للكولاجين ويشد لها هالزون لما بقى يكون عندها هالترهل اللي عم ببين. دونك اون كومونس ان اج كي بلوتو جون، يعني اليوم اون بو تريتي اي اون بو بريفونير. اون ا لي دو كا، يعني يا اما اون بريفيان من اخر الريلاشمون ما بنخليه يزيد اكثر مما هو لانه التقنيات صارت كثير فعاله، يا اما اون تريت لو بروبليم ا بارتير دو 45-50 ans. بس كان اون اريف ا 60 ans اكيد بدنا نلجا للجراحه، يعني ابري 60 ans سي ديفيسيل يكون عندنا ريزولتا ليفتنج بلا عمليه. بس هون هذا الليفتنج اللي مبني على الاشعه خلينا نقول. نعم. بده ثلاث جلسات مثل ما شفت تقريبا. لا، الالتيرا هي وان سيشن. وان سيشن ببين الريزلتا دغري بعد الجلسه وبضل الريزلتا عم بيتحسن لبعد ثلاث شهور، وبعد ثلاث شهور بيكون الريزلتا ديفينيتيف، يعني بيكون قاشط بشد. اوكي. الريزلتا تري فيزيبل، وهالريزلتا بضاين ديبوندامون اي عمر اجت عملت التريتمون عندنا، يا بضاين سنه ونص يا سنتين ماكسيموم ثلاث سنين، هن ساعتها يا بيرجعوا بعيدوا السيانس ابري دو او تروا زون، يا اما ساعتها بيكونوا قرروا اخروا العمليه بدهم يفوتوا بعمليه. اوكي، لكن هالريزلتا مثل ما قلتي لي بضاين بين سنه ونص وثلاث سنين. مزبوط. وفيها ترجع تجدده. صح. هون عم نحكي عن يعني مثلا شو الفرق بين نتيجته ونتيجه البوتوكس؟ البوتوكس اول شيء للفرو سان ترافاي با ا سو نيفو، البوتوكس للتجاعيد اللي بنشوفهم او نيفو سوبيريور فرونتال على الجبين او حول العيون. هون هيدا الزون اللي بينشغل عليه البوتوكس، لي زاباراي بيشتغلوا على هيدا الزون او بيشتغلوا على ليريد اكسبرسيون حوالى العين. ليريد اكسبرسيون حوالى العين يا اما فينا نعالجهم بالبوتوكس يا اما فينا نعالجهم بالتقنيات الحديثه اللي هي الراديو فريكونسي او الالترا ساوند للناس اللي ما بدهم يلجؤوا لابر البوتوكس وهن كثير كثار. يعني اليوم في كثير ناس بيقولوا انا بدي كل شيء الا بوتوكس او بدي بوتوكس وما بدي اباراي. بور سي كليونتال نحن بنقدر عندنا اوبسيون 1 هالقد بتكلف، اوبسيون 2 هالقد بتكلف، هالقد بتضاين، وان فونكسيون هي السيده او الرجال بيقرر شو الاوبسيون اللي بده يعتمدها. اللي بده يعتمدها. طيب اذا بدنا ننقل على موضوع ثاني، النساء الحوامل بيكون عندهم كثير مشاكل وبيعانوا يمكن من كل هالامور بترافق الحمل وبترافق ما بعد الحمل. مزبوط. عم بلشنا نشوف الصور. مثل ما عم نشوف نحن من حظنا بسي كي ميديكال سنتر بنشوف اكثر من 30 سيده بنهار حامل وبدها تولد، وابرز المشاكل اللي بتعاني منها هي التشققات الجلديه، وبزعل كثير بس يروحوا ويسالوا ويقولوا لهم ما في حل للتشققات الجلديه، لان هذا الشيء منه مزبوط. اليوم في تقنيات حديثه عم بتعالج التشققات الجلديه خاصه اذا عالجناها دغري ما بعد الولاده. بعد الولاده التشققات بتكون بعدها حمراء. التشققات هي عباره عن بشره ميته. نحن بدنا نشيل هالبشره الميته ونعمل ستيمولاسيون للكولاجين اللي هو بعده موجود تحتها، خاصه النساء الحوامل بعدهم سي دي فام جون. يعني دي فام جون عندهم كولاجين دونك بيتعالج هالتشوقات، وعم نلاقي نتائج كثير حلوه بنسبه 90% من التحسن بس المره تكون بعدها مولده. وحتى اون ا دو تري بون كا ناس ولدوا من 4-5 سنين او عندهم تشوقات لانه نصحوا وضعفوا واكسترا، فيرجوتور بلانش عم بيتحسنوا بلو دو 40-50%، وصدقني كثير بتحسن النفسيه لانه أكيد. المره بس يكون عندها مشكله تشوقات اول شيء ما بتقعد تلبس دو بياس، ما بدها تروح على البحر، مانا مرتاحه بجسمها، يعني هذا الشيء كثير مزعج. فاليوم بزعل بس اسمع انه ما في علاج، بلا في علاج للتشوقات الجلديه ونتائج عم بتكون كثير حلوه، يعني حتى اون تريت اون بيتيت زون بنشوف قد ايه تحسنت، نعمل ساعتها لبلو جراند زون، بس اياد دي تكنولوجي كي سون تريز افيكاس لهذا الموضوع للتشوقات الجلديه وبيتعالجوا. يعني اليوم سيده لازم تعرف انه هالتشوقات بيتعالجوا. طيب عم نحكي هون كيف بيصير العلاج على مدى كم جلسه وشو هو العلاج؟ العلاج سي ان تريتمون دو راديو فريكونس بينعمل جلسه كل شهر، من اول جلسه ببين قد ايه تحسنت الفيرجوتور، ان تحسنت 20-30% بنتحمس نعمل الدوزيام سيونس، لو ماكسيموم دو سيونس كون في سي 3 سيونس، وبنرجع ابري ان اون اذا بعد في كم فيرجوتور ساعتها بنرجع بنعالجه. لكن ثلاث جلسات لاول ثلاث شهور
والمدة يمكن على مدى سنة بتضلكم عم بتراقبوا تشوفوا إذا هي بترجع بتكون بحاجة لهالجلسة. صح. هلا غير التشوهات في مشكلة الفاريس، خاصة اللي بيكون عندها فاريس قبل بتزيد بعد البريجننسي، لأن بيصير في تقل ووقوف اكسترا، كمان الفاريس بيتعالجوا، بس لازم يتعالجوا بالطريقة المضبوطة مع حكيم شريين، يا أما بالسكليروثيرابي الانجكسيون، يا أما بالليزر، يا أما بالاندوفينو. وآخر مشكلة اللي هي أكثر شيء بعانوا منها إنه سيدة بعد ما تولد بدها ترجع أضعف مما كانت، بدها ترجع أحلى مما كانت، نون كمان عندنا تقنيات حديثة للتضعيف. في ناس بس يكون اخر ولد بيقولوا لنا بدنا نلجا للجراحه، اكيد في تقنيات حديثه للجراحه الميني ابدومينوبلاستي، الجرح ما بيكون كبير، يا اما ما بدهم يفوتوا ببروبلام بالاوبراسيون، ساعتها عندنا كمان تقنيه الفات فريزنج مثل ما مبين صارت تقنيه معروفه، الترهل بنعالجها بالماسل ستيميوليشن، والفالا شيب 3 اللي هي اجدد تقنيه لعلاج السيلوليت. وبحب اقول انه اهم شيء عند المراه بعد الولاده او حيالة سيده بدها تظبط جسمها مهم الدياجنوستيك، اوقات بيكون في كرش، بيكون في بطن، بيكون في، بس مش ضروري يكون فات، دونك مش التكنولوجيا الفات فريدينغ ما راح تكون افيكاس، لان هالمراه عندها ريلاشمون مسكولير بده يتعالج بغير طريقه، يعني دائما بدنا نشوف شو المشكله لنقدر نحلها بطريقه مضبوطه. هلا قبل فالنتين عندنا كثير سيدات بيقدموا فات فريزنج لرجالهم، لانه الرجال اكيد فات، ما في بروبلم، اكيد الكرش من وراء الاكل بلبنان، دونك اكيد بيستفيدوا من وراء الستات بيجربوا يعوضوا لهم. مضبوط. نحن جلنا سيرين معك على اكثر من قسم بي سي كي ميديكال سنتر، وأكيد بدنا نشوف صورة هلأ البيفور والأفتر. في كذا صورة قطعوا هيدا الأفتر التروا سيانس دو فالا شايب ثري، قبل كانوا يحتاجوا 10-12 سيانس لا يعالجوا المشاكل السيلوليت، اليوم المرأة حتى لو في كتير نسوان بيجوا بيعملوا سبار وعندهم مشكلة السيلوليت، عندنا بالجان عند السيدات الشرقية عندنا مشكلة السيلوليت أكثر من أوروبا، دونك العلاج تبعها كتير ثقيل وصعب، بس مع الفالا شايب اللي هي تكنولوجيا صارت كتير معروفة طورنا لأن صرنا بـ 3-4 سيانس نلاقي الريزولتا اللي ما كنا نوصل له أفيك 10-12 سيانس. يعني نحن جربنا نعمل جولة على قدر ما الوقت يعني سمح لنا، بس أكيد لازم يقصدوا السنتر تيعرفوا أكثر ويقصدوا بتفاصيل. شكرا لك مدام نهرة، أهلا وسهلا فيك. نحن رح نتابع لايف، خليكم معنا.